قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. مصطفى الكاظمي هل راح يقرع الجرس كما فعلها في المدرسة؟ اعترف مصطفى الكاظمي بعد محاولة اغتياله بأنه يعلم جيدا من قام بهذا العمل، ويعلم جيدا من قام بقتل أو اغتيال عقيد المخابرات العراقي، وما هي الأعمال اللي قام بها للتحري عن الجنات أو الإرشاد على موقعهم وعملهم في العراق. مصطفى الكاظمي اجانا بمباركة الميليشيات والجحش الشعبي أو المحشي، وشفت حضراتكم كيف لبس قمصلة الحشد وكان يلعب قنادر حشاكم قادة الحشد ويتملق إلهم، المهم يستلم كرسي رئاسة الوزراء. مصطفى الكاظمي تعهد في بداية ترأسه لرئاسة الوزراء بأنه سوف يقوم بالتحري وإلقاء القبض على قتلة المتظاهرين متظاهري تشرين الأبطال والقبض عليهم وفتح تحقيق. معيزة بقى بحياتك وشام أخوي ودم يمي إن شاء الله، والقتل سفر لبتكم عيسى وأخوته بذنبي، أنا أبوهم وأنت أختي إن شاء الله، هذا واجبي وواجب الدولة تقوم بهذا الواجب إن شاء الله. الآن يكون مع الشهداء والطيبين، يكون شجرة خير إليش ولأولادك ولعائلتك إن شاء الله. تحملي العراق يستحق، وشام كل حياته ظل العراق، وهذا بقى يكون إليش ولأحفادك وأحفاد أحفادك. شارع من شوارع بغداد راح يصير اسمه شام، حتى نتحدى القتل ونقول لهم تاريخكم قصير وتاريخ الشهداء وهشام طويل. اطمئني عيسى وخوته آل المسؤول عليه. شدي حيلك، انت بتعرب وطيبة وعراقية أصيلة، والعراقية شان دائما قوية وصبورة. شدي حيلك وخوتك، احنا والناس وياك في حجم التعاطف واعتراف في حجم الشهيد. رحمة الله عليك. بارك الله فيك. ما لقينا لا تحقيق انفتح ولا الأمور التحقيقية انكشفت، وهو أجبن من الجبان بالتحري أو النطق عن قتلة المتظاهرين. مصطفى الكاظمي كل إنجازاته اللي قام بيها من بداية استلامه للحكم هو صورني مثل ما يقولون بالعراق يدور الطشة، قضاها سفر ورحلات والتقاط صور مع قادة العالم، حتى باكر عقبه من يرجع إلى بريطانيا يعلق كل هذه الصور في مكتبه أو بيته أو في المكان اللي راح يسكن به، ويقول والله أنا كنت في يوم من الأيام قائد للعراق، كنت رئيس وزراء للعراق، وبعد السرقات والنهب وكل اللي أخذه راح ينسى العراق ويكتمل مع حياته اللي راح يعيشها في بريطانيا، الأم اللي منحته جواز السفر واللي دللته واللي عينته في العراق بموافقة الميليشيات. راح يقولوا لي شلون بريطانيا والميليشيات متفقة؟ احنا قلنا من أسس ودعم
وأيد الميليشيات في العراق هي بريطانيا، وأنتم حضراتكم تعرفون، وقلنا في حلقات سابقة ونشرنا فيديوهات لكل المضاجع وكل هذول اللي سمون نفسهم أبناء آل الحسين وأبناء آل البيت وأبناء معروف منه، كلهم مقراتهم ومكاتبهم وسرقاتهم مدفونة في بريطانيا. فطبعا بريطانيا راح تقلق في حالة اغتيال مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي يعترف بأنه تعرض أكثر من 4 أو 5 محاولات اغتيال. طيب ما كشفتنا يا مصطفى الكاظمي، أنا لا أحترمك ولا أحترم مكانتك ولا لي شغلة بيك، بس أنت كواجهة للعراق كان يجب عليك أن تبرز ملفات التحقيق إن كانت حقيقية، وتقول بأنه هذه الجهة الفلانية أو الميليشيا الفلانية حاولت اغتيالي. وثاني شيء، ليش يريدون يغتالوك؟ ما هم اللي جابوك، هم اللي حطوك، وهم اللي سووك. كل اللي شفناه منك يا الكاظمي تطلع بالتلفزيون وتقول أنا سويت، أنا رحت، أنا جيت، أنا حبيت، أنا التزمت، أنا سويت البنك. مقضيها شو ومقضيها طرهات، وما شفنا منك غير الحكي، وما بقى شيء بس تقول أنا شاركت في معركة خيبر. المضحك المبكي، مصطفى الكاظمي يدعو حيدر دعبلة أو حيدر العبادي اللي تعرفون كم قتل من المتظاهرين الشباب، حتى يتوسط له مع قادة الميليشيات والتفاهم معهم، ويقول عفى الله عما سلف ونبدي صفحة جديدة، ويا ريت تدعموني بالولاية الثانية، وهذه البروباغندا اللي عملناها تفيدكم وتفيدنا ونشتغل سوا وكل شيء يتصلح، وبعدين نقول التحقيقات بأنه فلان أو طائرة مسيرة، ويحطوها براس الدواعش ويقولون السنة وجت من مناطق السنة، وتفتهم وتفتر الشغلة مثل ما تعودنا عليهم. مصطفى الكاظم يتعهد بتطبيق القانون العراقي، ولو هو ماكو قانون بس نقول يطبق القانون، وليفرج عن المعتقلين المغيبين منذ سنوات، أهلهم لا يعرفون وين ولا أي سجون، ما يعرفوهم أحياء أموات، ويتم ابتزاز الأهالي بعشرات الآلاف من الدولارات، وبالأخير يروحون يستلمون ابنهم أو بنتهم من الطب العدلي إذا كانت عندهم أصلا جثة. بعد محاولة الاغتيال الناس تصوروا بأنه قاقاني أو قاغاني أو دنبقاني رئيس الحرس الثوري اللا إيراني أو الإيراني إجا للعراق زيارة. الحقيقة هي مو زيارة، مصطفى الكاظمي استدعى أو دعا إلى العراق حتى يتوسط له يلتقي بعلي خامنئي. انتو شايفين هيك مدلة؟ انتو شايفين هيك دولة تدار بمثل هذه الحثالات؟ يعني اني هذه المسألة ما القاعاني يجي على مود يتوسط، المصطفى الكاظم ياخذ له موعد من علي خامنئي، تذكرني بقصة مثل 2 طلاب بالابتدائية يتعاركون والمضروب والمفشوخ يروح للمدير يشتكي. فهذه المسألة رايح مصطفى الكاظمي يشتكي مدير الميليشيات في إيران. بالنهاية لو كان فعلا مصطفى الكاظمي عراقي ويحترم مركزه كرئيس وزراء العراق، تعرف هذه الكلمة شكبرها يا مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، العراق العظيم اللي أنت وأمثالك خزيته، أنت لو كنت رجل ورجل قيادة ورجل حكيم في إدارة الدولة، كل هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية اللي أنت تقودها والزبالات مالت الحشد اللي يقولون احنا تحت أمرتك وقيادتك، كان أمرت كل هذه الأجهزة بإلقاء القبض على كل قادة الميليشيات اللي متواجدين في العراق والميليشيات الخطرة،
كم يكونون؟ 5,000 10,000؟ راح تشوف العراق كله يهدأ، ماكو دم بعد، ماكو قتل، ماكو تهجير، ماكو سرقات، ماكو خطف. بس انت جبان، انت واحد منهم وبيهم، ما قمت بهذا العمل وتخاف اصلا تذكر الميليشيات لان تعرف يرجعوك من ما طلعت. انت واحد بوق من ابواق امريكا الى ايران على اتحاد اوروبي، والمصيبة العالم يندد بمحاولة اغتيالك على اساس انت يعني مانديلا، وما تعرف انت من هو. هو كلك خلق عميل، حطتك الميليشيات حتى تغطي عليهم وتغطي سرقاتهم. شنو اللي عملته لحد الان؟ كشفت اسم مجرم؟ لا. كشفت اسم راس للميليشيات دمر العراق ونهب وقتل؟ ما تقدر، ما تقدر، لان يشقون حلقك. لحد الان كشفت اللي قتلوا واختالوا الناشطين المدنيين اسمهم مثل ما تعهدت ورحت الى عوائلهم؟ ما سويته ولا راح تسويها، لان انت تعرف نفسك جبان وتعرف نفسك ما تقدر تسوي شيء. وحتى محاولة اغتيالك انت اللي طلعت تقول انا اعرفهم. نبحث على الجنات ونعرفهم جيدا، نعرفهم جيدا، نعرفهم جيدا، وسوف نصل لكم بكل تأكيد، كما سوف نصل إلى قتلة الشهيد نبراس ضابط المخابرات الذي اختالوه بدم بارد. سوف نصل بالنهاية ولن نسكت عن ضيم. هي هذه الكلمة عار عليك، لأن أنت لو تعرفهم فعلا لكان أمرت جهاز مكافحة الإرهاب، هذا الجيش الرنان اللي تصيحون عنه، هذه الأجهزة الأمنية، وروح ألقي القبض عليهم، والله كان دخلت التاريخ. بس أنت جبان، حالك حال حيدر دعبلة، حالك حال الجعفري، سيف عبد الهتلي، مالكي. من أول يوم أنت دخلتوا العراق 2003 لليوم العراق ما صار برأسه خير ولا راح يصير برأسه خير ما طول أنتم موجودين. فيا مصطفى الكاظمي، لم جوالاتك واطلع، ترى لا مقتدى السطل راح يوقف لك، ولا دول الميليشيات راح يوقفوا لك، ولا أنت تقدر تسوي شيء. هذا العراق إذا ما ينكنس منكم فأقروا على العراق السلام. تحياتي للجميع. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.